أهلا بكم. بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على ظروف نشوء بيزنطة كعاصمة سياسية كبرى، نستنتج بأنها ورثت حضارة المنطقة ولم تأتي إليها بحضارة غريبة، لأن قسطنطين اختارها كموقع استراتيجي هام حيث تلتقي أوروبا بآسيا على أنقاض مدينة سورية قديمة كانت موجودة بنفس الاسم على مضيق البوسفور. وذكرنا في حلقات سابقة بأن أذينة وزنوبيا كان لهما الفضل الأساسي في حماية سوريا من البوسفور حتى مصر من اجتياح برابرة آسيا وأوروبا وتدميرها كما فعلوا بمدن الإمبراطورية الأخرى. وذكرنا كيف أن الصناعة السورية وبالتالي الاقتصاد السوري وبالتالي البرجوازية السورية بقيت متماسكة بالرغم من هول الضربات القاسمة التي نالتها مدن آسيا الصغرى، وإن البرجوازية بشكل عام هي رافعة الحضارة والتمدن في أي مكان. يعني اختيار بيزنطة كمركز سياسي هو نتيجة موقعها الهام ونتيجة صمود سوريا التاريخية أمام جحافل البرابرة الذين استولوا تماما على روما في عام 476 ميلادي. لهذا فعندما نتحدث عن ما دعاه الغرب بالحضارة البيزنطية فنحن هنا أمام تسمية مبهمة وغير حقيقية، تماما كتسمية حضارة الأغريق وحضارة الرومان اللتين ليستا سوى شرفتين من شرفات الحضارة السورية العربية المشرقية كما رأينا في حلقات سابقة، وكما أكد مستشرقون غربيون بكل وضوح وفصلنا في هذا كثيرا. فحضارة بيزنطة هي بكل بساطة حضارة هذه المنطقة في زمن الروم البيزنطيين الذين نقلوا العاصمة السياسية من روما إلى بيزنطة لدواعي سياسية حربية لوجستية بحتة. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا، ونجد آلاف وآلاف الدلائل والشواهد على هذا الكلام في كتب المستشرقين الموضوعيين الحضاريين الذين لم يجدوا حرجا في ذكر هذه الحقيقة، وفي مقدمتهم الألمانية زيغريد هونكي في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب، إذ تقول عن القلاع التي سماها الغرب أثناء الاحتلال قلاعا بيزنطية، إن القلاع العربية التي قامت في جنوب بلاد العرب كانت تبنى من الأحجار الضخمة المتلاصقة بمعدن منصهر، وكانت شاهقة الارتفاع بلغ عرض حيطانها 5 أمتار ويحمي كل من جوانبها الأربعة برج هائل، بينما تقوم في أسوارها عدة أبواب. وفي القرن الرابع ميلادي نقلت جزيرة العرب فن بناء القلاع وأخذته عنها بيزنطة، وحين اندفع العرب عبر البرنس إلى فرنسا حملوا معهم طريقتهم في بناء القلاع التي انتشرت في إسبانيا والبرتغال ثم إلى بقية أنحاء أوروبا. ويقول فيليب حيتي: قسمت سوريا في نهاية القرن الرابع إلى عدة مقاطعات، لكن تقسيم الإمبراطورية وولايتها السورية لم يلحق الضرر بتجارتها الداخلية والخارجية، ففي العصر البيزنطي كما في العصر الذي سبقه أي الروماني كانت جميع تجارة المتوسط بأيدي السوريين واليونان. طبعا اليونان هم عرب أيضا كما ذكرنا في حلقة الإغريق السوريين المهاجرين. ويصف القديس جيرون التجار السوريين بأنهم كانوا يجتازون العالم الروماني كله في القرن الرابع، أي كانوا مسيطرين عليه تماما، ولم يتوقف ازدهار مراكزهم في جميع بلدان المتوسط في روما ونابولي وقرطاجة ومرسيليا وبوردو وغيرها. أما تجارة الحرير فكانت تحت سيطرة السوريين تماما، وظلت سوريا تستورد التوابل من الهند، وبالمقابل كانت تصدر إلى الشرق الأقصى الزجاج والأدوات المطلية والأقمشة الناعمة، ونسمع بوجود تاجر سوري في الصين منذ القرن الثالث ميلادي. وكما هي الحال بالنسبة للمغتربين اليوم، فإن المهاجرين السوريين في العصر البيزنطي كانوا يستوطنون في بلاد مهجرهم ويستقرون بها، وعمل المعماريون والنحاتون السوريون على تطوير الأساليب الهيلينستية المتأخرة التي تدعى بالبيزنطية، ويقال بأن الصناع الفنانين السوريين قد استدعوا لتجميل العاصمة رافينا في إيطاليا والتي نقل إليها هونوريوس بلاطه في بداية القرن الخامس ميلادي، وبقوا هناك ليعلموا الحرفة للصناع المحليين، وأدخلوا إلى أوروبا الغربية صناعة الفسيفساء وأساليب التزيين حتى وصفت مدرسة رافينا الفنية بأنها نصف سورية، كما دعت المدينة نفسها بأنها نصف سورية ونصب بها أساقفة سوريون، وأصبحت بعدها مدينة البندقية ممثلة الحضارة الشرقية السورية في بلاد إيطاليا وأوروبا، وكان مرأى السوريين أمرا مألوفا في جنوب فرنسا. أما الفكر فناله ضربة قوية في العهد البيزنطي بسبب المجادلات المثيرة للاضطرابات بين المسيحيين وغير المسيحيين كما بين المسيحيين أنفسهم بحسب مذاهبهم الفكرية،
ومع هذا بقي السوريون يرفضون بيزنطة بفكرهم النير. من أهم المفكرين السوريين كان ليبانيو الأنطاكي الذي أنشأ مدرسة للبلاغة في القسطنطينية، وكان أحد تلاميذه يوحنا فم الذهب الذي اعتنق المسيحية وأصبح أسقف قيصرية، انتخب بطريركا للقسطنطينية، وهناك باع الكنوز وأنفقها على المحتاجين، وكان يؤكد على الأخلاق المسيحية والمساواة، وقام بتطهير الإدارة الكنسية مما أوقعه في نزاع مع البلاط البيزنطي زمن الإمبراطور أركاديوس، فنفي ومات في طريقه إلى المنفى قرب القفقاس، حيث أجبر على السير طويلا تحت الشمس والمطر فانهار في الطريق، وإن الطقوس التي وضعها القديس باسيل أو باسيليوس ونقحها يوحنا فم الذهب تستعمل في كنائس الروم الأرثوذكس حتى اليوم. أما أميان مارسيل أو أميانوس مارسيلينوس الأنطاكي السوري فكان من أهم المؤرخين. سوريا في العهد البيزنطي كانت مرحلة مميزة، إذ كانت البلاد ذات صفة دينية تماما، فقد كانت الكنيسة أعظم مؤسسات الدولة. إن أقدم كنيسة في العالم عثر عليها هي الموجودة في دورة أوروبوس أو صالحية الفرات في سوريا، وتعود إلى 323 ميلادي. وكان السوري في العصر البيزنطي يبحث في الهندسة المعمارية والرسم والنحت وغيرها من ميادين فن الزخرفة عن طرق جديدة في التعبير، وكان يجنح الفن الوطني إلى الواقعية، ومهد الطريق بذلك نحو الفن المسيحي الذي ظهر في العصور الوسطى والفن الإسلامي. أما لغويا فقد أحيا السوريون لسانهم الآرامي، وقلنا أن الآرامية هي كما وصفها ابن العبري أفصح السريانيات، أي أشدها نقاء وقربا من العربية الفصحى، وهذا كان دليلا على الوعي القومي لدى السوريين وتمسكهم بهويتهم أمام البيزنطيين. وتذكروا أن هذا ما فعله الآشوريون حين عمموا الآرامية كلغة رسمية للدولة الآشورية، وهذا ما سيفعله العرب بعد الإسلام حين سيقومون بتعميم العربية الفصحى كلغة رسمية للدولة أيضا. من زمن أكاد إلى بيزنطة كان المشرق العربي سيد الحضارة والتمدن بكل معنى الكلمة. وعندما يقول أسد الأشقر وغيره من المؤرخين والمستشرقين بأن السوريين حولوا البحر المتوسط إلى بحيرة سورية عربية، وعندما أعطينا العالم الأبجدية والحرف والرقم والنوتة الموسيقية وأجمل عمارة وكل العلوم، وعندما كان ابن هذا المشرق العربي السوري سيد الاقتصاد الدولي بكل تفاصيله من الصناعة إلى البنوك، فهل نستطيع القول بأن أجدادنا أنشأوا نظاما عالميا امتاز بعولمة الحضارة ونشر العلوم والتمدن؟ تجيبنا الباحثة الدكتورة نجاح محمد. العولمة مفهومة أو مضمونة الدلالي هي فعل السعي، فعل السعي لنشر أو تعميم أمر ما على المستوى العالمي. نحن من هالتعريف نستطيع فورا نستنتج مضمون الدلالي، يعني عناصرة يعني اللي هي بتعبر عن الواقع اللي هي ستعكسه أو تعكسه أو تعبر عنه. في عنا ثلاث عناصر، عنا أول شيء الإنسان إن كان فردا أو جماعة، وعنا العالم، وعنا فعل السعي لنشر أمر ما. هالثلاث عناصر بالمنطق مجرد وجدوا بغض النظر عن الزمان والمكان يعني في عولمة. فبالنسبة للنظام العالمي هو ما في شك أيضا هو مصطلح حديث، يعني بعد الحرب العالمية الثانية لظهر، يعني مع بروز الولايات المتحدة الأمريكية ونظامها العالمي وزعامتها للمعسكر الرأسمالي. فما هو النظام العالمي؟ هو مجموعة القوى والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية في المجالات الحياتية كلها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أيضا فينا نستنتج أنه عناصر مضمون الدلالة ما هي؟ في عنا أول شيء المفترض يكون مجموعة القوى، يعني
في قوى مهيمنة بدها تكون. لما أول ما تقولي مصطلح عالمي معناتها قوى مهيمنة على العالم، فقوى بدها تكون كبيرة ومهيمنة، قوى عظمى يعني. والعنصر الثاني بدون شك نحن عم نقول مجموعة والقواعد الناظمة، معناتها العنصر الثاني هو القواعد الناظمة، واللي قبله يلي هو العلاقات الدولية. يعني قواعد ناظمة بدها تنظم العلاقات الدولية. إذا أنا عندي أيضا ثلاث عناصر هون، فمجرد وجوده بأي أيضا بغض النظر عن الزمان والمكان يعني في نظام عالمي. طبعا القوة المهيمنة هون، القوة الأعظم يعني بدها تكون هي التي تحتل المركز. يعني نحن بنعرف أنه بالنسبة للنظام العالمي عبارة عن مركز وحوله حلقات تتحلق حوله. فالمركز هو أكبر قوة اقتصادية، الاقتصاد هو المعيار هون، أكبر قوة اقتصادية هو يحتل المركز، حوله تتحلق بقية الدول وتقترب من المركز حسب قوته، قوة أو ضعف طاقته الاقتصادية. هي تماما تركيبة النظام العالمي. هلا هي بالنسبه للعنصر الاول. العنصر الثاني اللي هو العلاقات الدوليه، هالعلاقات الدوليه حسب مضامينها، ممكن تكون سياسيه، ممكن تكون اقتصاديه، ممكن اجتماعيه، ممكن ثقافيه. العنصر الثالث اللي هو القواعد الناظمه، القواعد الناظمه الى ثلاثه وجوه. الوجه الاول ايديولوجي اللي هي بتبرر سياسه هذا النظام. الوجه الثاني قانوني اللي هي بتعتمد على الأعراف والقوانين لتعمل معاهدات واتفاقيات وإلى آخره. الوجه الثالث هو سلطوي، لازم لهم سلطة لحتى يستطيعوا يقوموا بهالهيمنة. هالسلطة ممكن يكون أصلا مضمونها كمان اقتصادي أو سياسي أو ثقافي، يعني بمختلف مضامينها. الآن إذا ما عرفنا أنه كل هالعناصر هيدي إن كان للعولمة، يعني الإنسان بالنسبة للعولمة يعني الإنسان والعالم وفعل السعي، وبالنسبة للنظام العالمي شو مكوناته، العناصر المكونة له، القوى المهيمنة والعلاقات الدولية والقواعد الناظمة. إذا عرفنا أنه هؤلاء كل هذا كان موجودا في العصور القديمة في سوريا والمشرق العربي، فهذا بيعني أنه نحن نستخدم المصطلح بدلالاته الصحيحة في هذه العصور. طبعا يعني النظام العالمي القديم العربي سنسميه إعماريا. ليه؟ منميزه عن الآن النظام العالمي الاستعماري. طيب هل نميزه بغير موضوعية يعني هكذا؟ لا طبعا. هون هذا بيقودنا أنه نحكي ما هو مضمون العولمة والنظام العالمي حتى نستطيع نحدد كل توصيف لأي نظام. دائما مضمون ان كان العولمه او النظام العالمي لهما مضمونان. المضمون الاول بنسميه مضمون حياتي، يعني انه في نظام عالمي وعولمه بالمجال السياسي وفي بالاقتصاد وفي بالثقافه، في هي المجالات الاربعه اللي بتلخص الواقع الحياتي للبشريه. الجانب الثاني من هو جانب تقييمي، له أيضا تقييمي له فرعان. يعني الفرع الأول تقييمي أنه مدى نجاح وفشل أو فشل هذه العولمة والنظام العالمي في تحقيق الأهداف ما موضوع. هاي الفرع الثاني تقييمي أخلاقي، أنه مدى، هاي انتبهي لي عليها لأنه بعد ذلك يعني سنعطي كثير معطيات. تماما. المعيار ما هو؟ يعني متى أنا أسمي هذا النظام إعماريا أو العولمة تمدينية، ومتى أسمي الآخر استعماريا واستغلاليا ومدمرا وإلى آخره؟ مو بكيفنا، دائما في معايير. ما هو هذا المعيار؟ مدى التزام أصحاب هذه العولمة والنظام العالمي بقيم حقوق الإنسان والشعوب، القيم الحضارية، ومدى يعني مدى التزام سرا وعلنا، ومدى التزام ممارسات وليس فقط قولا. قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني منجمل بإيديولوجيا ثم نمارس العكس كما يحصل تعرفي في يومنا هذا في كثير من الأحيان. دراسات التي اعتمدت كل هذه العلوم ومعطياتها أكدت حقيقتين هامتين.
وانتبهي على كلمة أكدت، يعني ما عاد في لبس فيهم يعني ولا إشكال. الحقيقة الأولى أن الوحدة الحضارية اللي اكتشفوها بالعالم القديم فسروها أنه استحالة أن تكون صدفة وفي وحدة حضارية، لا يمكن، بدها تكون في مركز وانتشرت منه هذه المعطيات حتى تشكل هذه الوحدة. فدرسوا الأمور فقرروا أنه استحالة أن يكون هذا المركز إلا في المشرق العربي وفي قلبه سوريا. ويقول أحد المتخصصين أنه لم يعد ينكر هذه الحقيقة إلا من لا يمت إلى البحث العلمي النزيه بصلة. ترجع إلى أول حضارة بالشرقان والعالم كله باستثناء المشرق، بتلاحظي أنه قبل الألف الثاني ما في شيء قبل الميلاد، ما في حضارة. حضارة هذه المنطقة بنعرف نحن أن الثورة الزراعية تمت، يعني التدجين، وين ثورة التدجين؟ الثورة الزراعية تمت، البعض يقول الألف العاشر والبعض بيقول الألف التاسع والبعض بيقول الألف الثامن، يعني آلاف السنين هذه المنطقة مركز ويضخ حضارة وعطاءات ويتطور وهذا، ولسه بالباقي العالم لا شيء. فهذا كمان لقوا أنه هذا أكيد مبرر لنقول أنه هنا المركز اللي بس الإنسان والحضارة. طبعا إحنا لما بنقول أنه هذا التفرد والأسبقية، ماذا يعني ذلك بالمنطق؟ يعني أنه هنن كان لهم السبق بكل شيء، يعني بثورة التسجين، بثورة الزراعية، بثورة الصناعة، بثورة الحرفة، بثورة التجارة، هي أول وجود ملكية خاصة، عمل أجير، أنماط إنتاج، إن كان نمط عبودي أو إقطاعي أو برجوازي رأسمالي أو غيره، أول الدول بكل مؤسساتها بما فيها البرلمانات، بما فيها الديمقراطيات، المجتمع المدني، أحزاب، نقابات، كل شيء. بعدين على مستوى الفكر كل العلوم بلا استثناء، كل الفنون، يعني نحن الموسيقى، السلم الموسيقي إلى يومنا هذا هو أساس في كل الموسيقى، يعني كل شيء، الديانات، كل الفكر، الفلسفة، كل شيء، كل شيء. إذن أسبقية في كل شيء. أيضا بالمنطق ماذا يعني ذلك؟ يعني دائما في تراكمات حضارية في منطق بالتاريخ اسمه تراكم أبي بيؤدي إلى تحول كيفي، دائما بده يكون في شيء نوعي معناته يميز هذه المنطقة بمنطق التاريخ وتطور وقوانين حركة التطور. وبالتالي يعني كانوا الأسبق بشو؟ بعولمة هذه المعطيات. شو يعني عولمتها؟ يعني كل التجمع، اولا شكلوا العالم. كيف يعني شكلوا العالم؟ يعني هالتجمعات العاقله اللي كانت موجوده بالمشرق وخاصه سوريا انتشرت من هالمشهد الى انحاء العالم شرقا وغربا. فشو اللي حصل؟ طبعا هاي مثل بدك تقولي عولمتي الانسان، يعني نشرتي. طبعا الانسان مو لحاله بيروح مع ثقافه ومع حضاره ومع الى اخره، فانت ايضا عممتي ونشرتي هذا. هاي هي يعني كان يمكن أول أو خلينا نقول كما يعني أكد على أسبقية حتى في العولمة. والعولمة اللي قاموا فيها ممكن نميز فيها مرحلتين. المرحلة الأولى من وجدت البشرية، يعني تجمعات الإنسان العاقل الأول، من وجدت حتى تشكل شيء اسمه كما سنرى نظام عالمي عربي سوري قديم إعماري. حطي لي خطين تحت إعماري، سنرى لماذا. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، منذ تشكل هذا النظام العربي السوري الإعماري حتى ظهور الإسلام، هاي المرحلة الثانية. قوى المهيمنة ربطوها تحديدا، لأنه يعني هالقوة هالنظام مرتبط بشيء اسمه سيطرة على سوق تجارية دولية أو سوق اقتصادية دولية. فلذلك ربطوا هالقوة المهيمنة بالرأسمالية، بالبرجوازية والرأسمالية، والعلاقات الدولية بالمنطق بوجود الدول. فلذلك منذ وجدت الدول بالمنطقة وعلاقات دولية، وكل بيعرف أنه أول من وجدت عنا، وأول من وجدت علاقات دولية عنا، فهذا كله مثبت يعني. وأول من وجدت في اتفاقيات ومعاهدات وأعراف وإلى آخره كقواعد لازمة عنا، وكقوى مهيمنة أيضا عنا. فمن هذه القوى وكيف تشكلت بهيك حالة البرجوازية؟
بالمنطق كيف بدها تتشكل؟ اكيد لما بيكون في تراكم كمي ونوعي بقوى وادوات الانتاج بدها تؤدي بالنتيجه اكيد، لانه تخلق مكونات شيء اسمه رأس المال البرجوازي. شو هي هالمكونات؟ طبعا ملكية خاصة لازم يكون، عمل أجير، مستوى مناسب، فيض الإنتاج متسم من قوى الإنتاج وأدوات الإنتاج، فيض الإنتاج، هيدا كله يعني فورا بتقولي بيوجدوا شروط الوجود البرجوازي، بيكون في برجوازية أو رأس مال. وهون بيلفتني الحقيقة كتابين كتير هامين. الكتاب الأول لافون موتلي، لننتبه إلى العنوان، ماذا يقول هذا العنوان؟ ليزيتاب دو كابيتاليزم دو حمورابي أروكفلر، قال ترجمته مراحل الرأسمالية من حمورابي يلي هو بتاريخنا القديم جدا في الألف الثاني قبل الميلاد، من حمورابي إلى روكفلر. وكتاب آخر لكولينج عنوانه بانك اي بانكيير دو بابلون او وول ستريت، يعني مصارف ومصرفي ومصرفيون من بابل الى وول ستريت. يعني شوفي بقى من اين بدات الرأسمالية والبرجوازية. ماذا يقول روسي اللي هو المؤرخ الفرنسي المتخصص بالحضارة اليونانية؟ يقول كما توصل العرب فيما يسميه، هو يسميه العصر العربي القديم، إلى صناعات في مجال الخزف في كل أنواعه والفسيفساء، وفي مجال صناعات الزجاج والتعدين والصياغة وقطع الحجر والنسيج، تعرفي قطع الحجر الأحجار بالبناء القديم شغلة رائعة، والسجاد وغيرها. ماذا يقول بالحرف الواحد؟ اتصفت بعبقرية تقنية لم تضاهى حتى اليوم. يعني شوفي قديش كانوا هذا. يقول عن دور المصارف انه قديش نحن دور المصارف عندنا هلا مهمة كثير بالاقتصاد الدولي، مهمة كثير. يقول لم يكن دور المصارف العربية في ذلك الحين اقل أهمية من مصارفنا اليوم. حوالي الألف الرابع لهالبرجوازية الكبيرة، مين فكرك كان الأقوى فيها؟ سوريا. قوة سوريا، فأين احتلت؟ المركز. كان البعض من بقية القوى في المشرق العربي أحيانا يشاركوها هذا المركز، لكن بشكل أساسي هيمنته لأنه كانت هي الأقوى. يقول أبويه بكتابه بتعرفي تاريخ روما، هي سلسلة تاريخ الحضارة العامة، يقول انتشر السوريون في كل قطر وصقع وحلوا تحت كل سماء. يعني شوفي قديه كان لهم انتشاره. ويؤكد سترابون سيطرتهم بدون مزاحم على بحار العالم، وطبعا من السوريين الفينيقيين المعروفين انه بحاره. وكان وماذا يقول ديوران؟ يقول لقد ربطوا الشرق والغرب بشبكه من الروابط التجاريه والثقافيه، وشرعوا ينتشلون اوروبا من براثن الهبجيه. يعني هي والد ديوران طبعا المؤرخ الامريكي المعروف. كان من الطبيعي طبعا، شو لغه سوريا؟ العربيه يلي هي السريانيه. هلا بتقولي اللغه السريانيه بالتاريخ القديم او بتقولي اللغه السوريه للعلم يعني؟ وكثير باوروبا كتب ومصادر بتسميها اللغه السوريه وليس فقط اللغه السريانيه، اصبحت لغه العالم نتيجه كيف الانجليزيه الان لما صار النظام العالمي الانجليزي ثم الامريكي الان لغه العالم تحسيها الانجليزيه، في ذلك الحين كانت العربيه بلهجتها السريانيه. ولما بنتكلم لما بتوصل الى الاسلام حتلاحظي انه بالعصور الوسطى بظل النظام العالمي الاعماري الاسلامي العربي طبعا كمان تشكل صارت لغه العالم العربيه العرباء. وصل هذا الامر تخيلي لدرجه انه يقول بيير روسي ان الشرق اشترى اليونان، يعني السوريين بشكل اساسي. ويقول ايضا ان هذا الشرق قد اشترى روما، يعني شوفي التعبير اشترى انه كل شيء يعني، وانها كانت تتعرب هي عن روما، وانها لم تكن رومانيه الا بالاسم ولم تكن غربيه الا بالموقع. شوفي بقى اي حد. ويقول روسي حول كل الحضارات القديمة إن كانت شرقية أو الغربية اليونانية والرومانية والهنستية والبيزنطية كلياتها يقول عنها انعكاس للحضارة العربية. نحن أبناء العروبة، عن أوروبيين. استمر النظام العربي السوري العالمي الإعماري حتى طبعا ظهور الإسلام، لكن قبل أن يظهر الإسلام مر بفترة بالقرن السادس وبداية القرن السابع، يعني قبل ظهور الإسلام تماما مر بفترة من الضعف
ليه؟ لأنه كان في صراع دولي، بتعرف البرجوازية دائما بدها استقرار، فكان في صراع دولي بين فارس وبيزنطة، إن كان كنسي أو سياسي. لكن إجت الثورة الإسلام العربية الإسلامية، وبعد ذلك أعادت الأمور إلى نصابها. أروع ما ميز عولمة السوريين هن نزعتهم العالمية والعرب عموما. أصبحنا بنفهم يمكن القول اللي كتير بيرددوه لأندري بارو: لماذا على كل إنسان أن يقول إن لي وطنين، وطني الذي أعيش فيه وسوريا. كيف قام السوريون بفرض حضارتهم وتمدنهم على الإمبراطورية البيزنطية؟ لن نجد أروع من المصادر السورية المسيحية التي خلدت هذه الإنجازات، أهمها هي الموسوعة البطريركية الأنطاكية للأب متري أثناسيو الذي كتب يقول: لماذا يجري التعتيم على تاريخ السوريين المسيحيين؟ أليس عنوان فخار لسوريا تبيان أنها كانت تسبق الغرب في القرون الميلادية ومتقدمة في أمور الدين والدنيا، في حين أن أوروبا كانت متخلفة في كل شيء، فلا ثقافة ولا عمران في أوروبا بعد اجتياح البرابرة لها، بينما زهت الفنون في العمران والهندسة والنقش والتزيين في سوريا التي مدت الغرب حضارة وثقافة وفنا. ومن الثابت أن بعض البابوات والأساقفة قد طلبوا مهندسين شرقيين أي من سوريا لبناء كنائس وأديرة في الغرب، وكانوا يزينون الكنائس بالفريسكات أو الرسوم الجدارية، وهي الفن السوري الأصيل الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة ووجد في تدمر ودور أوروبوس. أما عمرانيا فيقول الأب متري: لا شك أن المجتمع السوري قد بلغ سوية عالية من التقدم الاقتصادي ومستوى رفيعا من الغنى والثروة والرفاهية، يتضح ذلك من المباني الفخمة المتبقية ومن التأنق المتطور جدا في الزخرفة والإتقان والمفروشات، وقد انتشرت البيوت الريفية والفيلات في قرى إقليم العربية جنوبا وشمالا بما ظهر فيها من بذخ وترف في الزخرف والفسيفساء واللوحات الأرضية والجدارية، مما جعل باتلر الأثري الأمريكي بعد زيارته لسوريا يقول: إن بيوت تلك الحقبة في سوريا بلغت من حيث التجهيز الداخلي ووسائل الترفيه والنظافة والراحة درجة لم تبلغها إلا القلة من البيوت العصرية في أوروبا وأمريكا. وبالمناسبة إن ما ندعوه اليوم حمام فرنجي هو نمط سوري عربي قديم جدا، وجدناه في ماري كما وجد في لبدة على الساحل الليبي، وهو نمط المقاعد التي تركب فوق حفر التصريف الصحي في الحمامات. للأسف ندعوها اليوم جهلا حمام فرنجي، بينما الحفر الأرضية البدائية صارت هي الحمام العربي، إن العكس هو الصحيح، فالفرنجة كانوا برابرة وهم الذين أخذوا نمط الحمامات هذا عن المشرق العربي. كما قال الأب هنري لامينس: نرى فنا مبتكرا عجيبا ينمو ويزدهر في سوريا، خصوصا في هندسة البناء والنحت والتصوير، كما نرى في سوريا منذ القرن الرابع أشهر الأمثلة للكنائس التي اتخذها العالم المسيحي بعد ذلك، وقد قامت الأبنية الفخمة والكنائس الرائعة البهجة بما زينت به من الذهب والرخام وأنواع الفسيفساء، ولا نزال نشاهد هذه الهندسة السورية الرائعة في أطلال المدن. وذكرنا سابقا كيف أن سابور أيضا ملك الفرس بعد أن احتل أنطاكيا ودمرها ونهبها وانسحب منها، أخذ معه قافلة من السوريين الحرفيين والفنانين لكي ينقلوا فنونهم وحرفهم إلى بلاد فارس. كان أهم أركان التجارة السورية هي الخمور والحبوب والزيتون وزيت الزيتون والصابون والزجاج والأصباغ والنسيج والفخار، حيث كانت تصدر هذه المنتجات إلى كافة أنحاء العالم، وكان السوريون يذهبون بأنفسهم لإنشاء المتاجر في مدن الغرب والشرق الأقصى، حيث وجدت كتاباتهم في ليون وروما وبكين. كتب عنهم خريستو ستيموس باباديوبولوس: ليس فقط التجار السوريون من كان يسافر، بل أدباء ومحترفون وموظفون كانوا يطوفون بلدانا مختلفة ويؤسسون المؤسسات، وكانوا يستقرون في المدن الداخلية الأوروبية أيضا وليس الساحلية فقط. كما كان السوريون يتحركون نحو أرمينيا وفارس والهند حتى الصين، وكان السوريون يسيطرون على السوق الغالية الفرنسية، حتى أن الملك غونتران حين زار جنوب فرنسا في القرن السادس استقبله السوريون بلغتهم السريانية. كما ورد على شاهدة قبر في ليون أن رجلا يدعى جوليان واسمه السوري الأصلي تيم بن سعد جاء من مدينة قنوات السورية
وأقام في فرنسا عدة معامل، وكانوا يتحكمون بالمعاملات المالية والاقتصادية في بلاد الغرب، وجاءوا برؤوس أموال وبضاعة متنوعة إلى بلاد أفقرتها الحروب المتوالية والفوضى المستديمة، كما وصلوا إلى سدة الحكم في روما، كذلك وصلوا إلى سدة الكرسي البطريركي في الغرب. ونرى السوريين في العهدين الجوتي والفرنجي حائزين على التفوق اقتصادي ونظام تجاري لا يجارى. وعندما رغب الإمبراطور البيزنطي جوستينيان بتأسيس المواصلات بين القسطنطينية وبلاد الغرب، جاء بعدي أو أدايوس السوري لإنشاء المراكب التي قامت بمهمة المواصلات بين المرافق السورية وبلاد الجال. كما تتحدث كتابات عديدة في أوروبا عن مهارة السوريين الموسيقية أيضا. لقد أدخل السوريون الحضارة والمدنية بكل وضوح إلى الشعوب الأوروبية البربرية، وكانوا يمثلون العنصر المتمدن الراقي، وقاموا بتمدين الفرنج والقوت والبرغند، وإليهم يعود الفضل في نشر الأخلاق والفنون المختلفة وكل ما تزهو به كنائس الغرب حتى اليوم. أما فن البناء الذي يدعونه بالبيزنطي فيقول عنه باتلر: لقد حصل التباس فيما يتعلق بتصنيف الفن المعماري في سوريا، فبعض الأثريين توهموا أنه صيغة خاصة بالفن البيزنطي وآخرون بالفن الروماني، لكنه بكل بساطة فن سوري وطني أصيل بطرازه وباليد التي صاغته، فهم من أبناء البلاد لا أجانب، وهذا الفن هو الذي سينقله السوريون ليصبح فن البناء الرومي في أوروبا الغربية. الباحث والمؤرخ عفيف بهنسي يقول: إن بيزنطة التي اعتنقت مبادئ الكنيسة الشرقية لم تكن الكنيسة في الواقع إلا رمز الحضارة العربية ذاتها، ولم تكن كنيسة آيا صوفيا إلا تقليدا لمعبد البانثيون، ذلك لأن مفهوم القبة الذي نقله الأتروسك من بلاد الرافدين إلى روما هو ذاته الذي نقله أنتيموس وإيزيدور الشرقيان بعد 3 قرون في هذه الكنيسة. ولم تكن الأيقونات والألوان الفضية والذهبية في الفسيفساء إلا نفحة من نفحات الذهن العربي، وانتقل الذوق الزخرفي العربي إلى كل مكان حل فيه الفن البيزنطي، كما في الفن الرومي الذي حمل تأثيرات العرب. كان المسيحيون يجتمعون بشكل سري في دياميس تحت الأرض، وهي أنفاق ومخابئ منظمة، ثم بدأت تظهر الكنائس البسيطة، لكن أقدم الكنائس في سوريا هدمت بأمر من دقلديانوس في فترة اضطهاد المسيحيين. وبعد أن جعل قسطنطين من المسيحية دينا للدولة، تحولت البازيليكات وهي المعابد القديمة إلى كنائس، كما انتشر بناء الكنائس والأديرة في العالم المسيحي. من أهم الكنائس السورية كنيسة القديس سمعان العمودي، التي تعتبر من أضخم الكنائس في زمنها. الفرنسي بيير روسي يقول: تفرق الغرب إلى ممالك متعادية يسيطر عليها أمراء القبائل الجرمانية، وسيبقى الشرق مفتاح العالم الوحيد بقوته المدنية المحترمة وصناعاته ونظام أنهاره وموانئه واقتصاده الثابت الذي يخدمه ملايين الرجال المجتمعون في جماعات حرفية منذ آلاف السنين. وبنى تيودوسيوس سور القسطنطينية الكبرى الذي لا يزال باقيا حتى يومنا هذا، وهو واحد من أجمل الأبنية المعمارية العسكرية العربية. أما حول الحياة الفكرية في زمن بيزنطة فيقول: إن إحياء الآداب العربية خلال حكم جوستينيان فصل هام في تاريخ الحضارات، فلقد كان استعمال الإغريقية فيها موازيا لاستعمال الآرامية، ولكنها لم تكن سوى العربية في قوتها اليومية والشعبية، وإن جميع أسماء الأدباء في زمن جوستينيان سورية.
إن الإسهام الذي قدمته سوريا آنئذ للثقافة الشاملة لم يعترف به في عصرنا الرأي العام الذي يجهل كل شيء سوى القسطنطينية. لقد أبرز لويس بارهي وبول شيفر بواشورست منذ فجر القرن العشرين تأثير الفكر السوري في الغرب. لقد حكم 7 باباوات عرب على الأقل الكنيسة الأولية، أما كنيسة آيا صوفيا فنقف بواسطتها على عظمة سر العمارة العربية وقوتها، تلك العمارة التي ستزدهر في الغرب وتسعى لتجميله. وكان جوستينيان يعتبر كنيسة القديسة صوفيا رائعة حياته والتعبير عن العظمة السورية الآسيوية. بعد أن تعرفنا على مظاهر الحضارة العربية في الزمن المسيحي مع السوريين المبدعين الذين أعطوا بيزنطة أجمل ما فيها، كيف تعامل الروم البيزنطيون مع تراث المنطقة وأبنائها بالمقابل؟ وكيف تسببت ممارساتهم في ظهور جاهلية ما قبل الإسلام؟ هذا هو موضوع الحلقة القادمة. إلى اللقاء.